جهاز المنتخب بيحضر مران الأهلي ويجتمع مع أفشة وهاني وشريف. كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني، المشاهد أمام حضراتكم أهو كالعادة، ومعه روجر ديسا وجيرارد مورر مور المساعدان في جهاز المنتخب، كانوا متواجدين وكانوا موجودين على مران أو في مران النادي الأهلي النهاردة، وضمن التحضير اللي كان متواجد فيه ضمن التحضير لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة في منافسات الدوري. استغل أعضاء الجهاز المنتخب تواجدهم في مران الأهلي في عقد جلسة مع أكثر من لاعب من المرشحين للانضمام لمنتخبنا خلال المعسكر المقبل، استعدادا لمواجهتي السنغال المؤهلة إلى كأس العالم. أبرز هؤلاء اللاعبين محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمد هاني. زي ما قلت لحضراتكم كابتن ضياء طبعا موجود وعارف كل هؤلاء اللاعبين وقعد معاهم وعارفهم لفترات طويلة سواء في المنتخب أو داخل النادي الأهلي، وبالتالي كان هناك لقاء حميمي ولقاء مهم جدا إن شاء الله. لسه كنت بتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر، إن أنا بقول لحضراتكم إن من المحتمل في بجانب الخمسة اللي موجودين بعد إصابة أكرم توفيق إن أنت تلاقي محمد هاني موجود وتلاقي ياسر إبراهيم موجود وتلاقي عبد القادر موجود وتلاقي مجدي أفشة يرجع تاني، كل ده إن شاء الله هنعرفه أو هيبقى متواجد خلال الفترة اللي جايه.